نقول دائره النذر وانا فتحت ديوان طوفان الاقصى بالمفارقه. طوفان الاقصى عندما اراد مبدع العرب ان يخرجوا عملا يواكب الاحداث فاخرجت دوله اليمن الشقيق ديوانا مكون من اكثر من 80 قصيده أخرجت اليمن ديوانا لمجموعة من الشعراء ثم كذلك دولة الأردن وقد كتبت ديوان طوفان الأقصى وما لدي من أشعار أجلته مؤقتا فلدي على اللابتوب الخاص بي أكثر من 10 دواوين ولكن الوقت كان ضيقا وكنت أسارع الزمن حتى أخرج للساحة بعمل يليق بمصر وشعراء مصر. فتحت الآن مرة أخرى ظهر أمامي قصيدة اسمها منطق الشيطان. أقول أظن جاوز منطق الشيطان والعجز أثقل خطوة السلطان. يا أيها الحكام، مبدئيا أنا مؤيد تماما للجيش المصري، أنا حياتي كلها فداء لمصر وللجيش المصري وضد كل تيارات الإسلام الراديكالي. أنا صوفي حتى لا يوسوس لكم الشيطان. أظن جاوز منطق الشيطان. طيب الشيخ أحمد الطيب هو اللي جابه قدامي، خلاص يبقى الشيخ أحمد الطيب. يا شيخ أحمد أحرفي تفديك فاسلك سبيلك والهدى يحدوك. قصيدة تحديدا كتبت في يوم خرج بعض علماء الدين في فلسطين وطلبوا من الشيخ أحمد الطيب اقتحام المعبر. ماذا لو كان الشيخ أحمد الطيب ذهب إلى المعبر وتم قصفه؟ كان سيحدث ما لا يحمد عقباه. يا شيخ أحمد أحرفي تفديك فاسلك سبيلك والهدى يحدوك. والحرف يجري حيث تجري تابعا نهجا كريما والرؤى تهديك. فالحق قولك ما عداك فكاذب والصدق نهر نبعه من فيك. فالحق قولك ما عداك فكاذب والصدق نهر نبعه من فيك. نسب معلى للنبي مآله يكفيك عزا سيدي يكفيك. يكفيك أن الوجه فيه بقية من نور جدك كالندى يعلوك. فأنا الذي بالنور كرم رؤية زار الحروف نبيها ونبيك صلى الله عليه وسلم. أحواله أحوالكم وخلاله كخلالكم حال تجسد فيك. أضئ الطريق إلى المعالي فارسا فالكيد في ظلم الدجى قد حيك. وارفع لواءك نتبع أثر الخطى يا مجمع البحرين قل نأتيك. فلقد لقيتك ما بليت بثلة نصبا فجئت إليكم أرجوك. قصروا الشريعة في مظاهر ما لها في الدين أصل أصلكم يغنيك. فاخرق مراكب فاخرق مراكب لا تبالي بمن أبى وابني الجدار بكفكم يحميك. فالفطر أنت وإنني بك مقتدٍ موسى